بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس كتاب آداب المشي إلى الصلاة. ضيف هذا اللقاء وهذا الدرس هو سماحة العلامة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. باسمكم جميعا أيها السادة نرحب بسماحته ونشكر له تفضله بتلبية الدعوة في شرح هذه الدروس المهمة للأمة، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. أحد الإخوة يسأل عن الدرس السابق عن النوافل فضيلة الشيخ، ويقول أنا أصلي الفرائض في أوقاتها، ولكن نادرا ما أأتي بسنن الرواتب أو النوافل، هل يكفي هذا وبماذا توجهونني مأجورين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الفرائض كافية إذا أتى بها المسلم كما أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله، هي كافية ولله الحمد. ولكن النوافل هذا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه فعلها وحافظ عليها، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه في يوم القيامة أول ما يحاسب عنه العبد من عمله صلاته، فإن كانت تامة الحمد لله، وإن كان فيها نقص يقول الله جل وعلا لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع يجبر به ما نقص من الفرائض. فالنوافل ولا سيما الرواتب مع الفرائض لها أهمية كبرى، والعبد بحاجة إليها، وهي والحمد لله خفيفة ولا تأخذ وقتا على المسلم، وفيها نفع عظيم، فائدة كبيرة يحرص عليها المسلم، وهي 10 ركعات، ركعتان قبل الفجر وركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب، فهذه وركعتان بعد العشاء، هذه هي السنن الرواتب مع الفرائض. نعم. الراجح شيخ في المسافر هل يأتي بالسنن الرواتب أم يتركها إذا كان مسافر سفرا وطويلا ثم يعود إلى أهله وبلده؟ إذا كان يقصر الصلاة فإنه لا يأتي بالرواتب إلا راتبة الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع راتبة الفجر لا في حضر ولا في سفر، وحث عليها صلى الله عليه وسلم على فعلها. وأما بقية الرواتب إذا قصر الصلاة في سفره فإنه لا يأتي بها. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لو كنت مسبحا، يعني متنفلا، يعني مع الفريضة، لو كنت مسبحا لأتممت. نعم. حديث الشيخ هل هذا وارد؟ صلاة سنة الفجر خير من الدنيا وما عليها. نعم، راتبة الفجر نعم لها مكانة عظيمة، فضل عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتركوها وإن طاردتكم الخيل، فهي متأكدة ولا يتركها المسلم، فإن تركها
صلاها بعد الفجر، لو ما تمكن قبل صلاة الفجر صليها بعد الفجر مباشرة أو بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، وهذا أفضل. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتسن تحية المسجد وسنة الوضوء. تسن تحية المسجد وهي الصلاة التي يؤديها المسلم إذا كان يريد الجلوس في المسجد. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذه تحية المسجد وهي من السنن المؤكدة. نعم. وسنة الوضوء. سنة الوضوء كان صلى الله عليه وسلم يحافظ على السنة بعد الوضوء. قال لسلمان الفارسي: دخلت الجنة البارحة فسمعت يعني وقع قدميك أمامي، فماذا تعمل؟ قال: لا شيء، إلا أني ما توضأت وضوءا إلا صليت بعده. نعم. شيخ، هل ورد أنه سلمان أو بلال شيخ؟ أو بلال. نعم. على كل حال هو أحد أصحابه. طيب. لأنه سلمان أو بلال. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف: وإحياء ما بين العشاءين. أي نعم، ومن السنن المؤكدة إحياء ما بين العشاءين، أي المغرب والعشاء، بالصلاة، وهذه صلاة الأوابين كما جاء في الحديث. نعم. وسجدة التلاوة وهي سنة مؤكدة. ومن النوافل المؤكدة سجدة التلاوة، إذا مر بآية فيها سجدة فإنه يسجد بعد قراءتها. نعم. وليست واجبة. نعم، سجدة التلاوة ليست واجبة ولكنها مستحبة. نعم. قال عمر: من سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. نعم، هذا الدليل على أنها ليست واجبة. قال: من سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. دليل على أن سجدة التلاوة ليست واجبة، وإنما هي من السنن المؤكدة. نعم. رواه في الموطأ. رواه الإمام مالك في كتابه الموطأ. نعم. شيخ، حدثونا عن كتاب الموطأ، لأن كثيرا من طلبة العلم قد لا يعرف شيئا عن هذا الكتاب العظيم. هذا الكتاب ألفه الإمام مالك رحمه الله بمشورة الخليفة في وقته، فأشار على مالك أن يؤلف كتابا في الحديث وأن يوطئه توطئة، يعني يسهله للناس، بمشورة أبي جعفر المنصور. نعم. يسن سجود التلاوة للقارئ، وهذا عرفناه، ويسن للمستمع الذي يستمع إلى قراءته ويتابعه. أما السامع الذي يسمع بدون قصد ولا ارتباط له بتلاوة القارئ فلا سجود عليه. نعم. والراكب يومئ بسجوده حيث كان وجهه. وإذا كان يقرأ القرآن في سفره وهو راكب على راحلته ومر بآية سجدة فإنه يسجد إلى الجهة التي توجهت إليها راحلته في سفره. نعم. والماشي يسجد بالأرض مستقبلا القبلة ولا يسجد السامع.
أما الذي يقرأ القرآن وهو يمشي على قدميه فإذا مر بآية السجدة فإنه يسجد على الأرض. وأما من يسمع القرآن وهو لم يقصد الاستماع ليس عليه سجود سهو، لا يسن له سجود السهو. نعم. ولا يسجد السامع لما روي عن الصحابة، قال ابن مسعود رضي الله عنه للقارئ وهو غلام: أسجد فإنك إمامنا. نعم، هذا الدليل. ابن مسعود أمر القارئ وهو غلام يعني صغير، قال له: أسجد فأنت إمامنا، لأنهم سيسجدون معه ويكون إماما له ويكون إماما لهم في هذا السجود. نعم. وتستحب سجدة الشكر. تستحب سجدة الشكر عند تجدد نعمة أو اندفاع النقمة عن المسلمين، عنه أو عن المسلمين، تجدد النعمة له أو للمسلمين، يسجد للشكر، وهذا سجود مستحب، وفعله داود عليه السلام، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. نعم. سجدات الشكر في القرآن يا شيخ 14 سجدة، في الحج منها 2. نعم. ويقول: إذا رأى مبتلا في دينه أو بدنه: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. ويستحب إذا رأى مبتلا في جسمه بنقص أو مرض أو عجز، أو مبتلا في دينه ببدعة أو مخالفة، فإنه يقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. لكنه لا يسمع المبتلى بهذا الدعاء، وإنما يقوله بينه وبين نفسه. نعم. شيخ صالح، نختم هذا اللقاء بسؤال وهو حول شكر النعم، لأن كثير من الناس الحقيقة يتغافل أو ينسى هذا الشكر لما أتم الله عليه من نعم كثيرة لا تحصى ولا تعد. شكر الله على نعمه واجب، والله جل وعلا يحب من عباده الشكور، وقال عن نوح عليه الصلاة والسلام: إنه كان عبدا شكورا. فالله يحب الشكور من عباده. والشكر له ثلاثة أركان، شكر النعمة له ثلاثة أركان لا يتم إلا بها، وهذه الأركان هي التحدث بها ظاهرا، وأما بنعمة ربك فحدث، والاعتراف بها باطنا في قرارة نفسه أن هذه النعمة من الله، وصرفها في طاعة الله، صرف هذه النعمة في طاعة الله عز وجل والاستعانة بها على طاعة الله. نعم. بقي علينا أوقات النهي، سوف نرجئها إن شاء الله إلى الدرس القادم مع سماحة العلامة الشيخ صالح الفوزان، وقد شرح لنا هذا المتن في كتاب آداب المشي إلى الصلاة. شكرا لفضيلته، وشكرا لكم أنتم أيها السادة على تواصلكم واستماعكم إلى هذه الدروس المهمة للأمة. شكرا للزملاء الذين ساهموا في تسجيل هذا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.